نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية خالص تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عالي البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياتهم لسموه بدوام الصحة والعافية. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمعالي وزير الخارجية بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك على هامش الدورة 17 لمنتدى الإعلام العربي، حيث رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعالي وزير الخارجية وكلفه بنقل خالص تحياته إلى عاهل البلاد المفدى حفظه الله. من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الأصعدة، مشيدا بمعاليه بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة لمملكة البحرين وبالجهود التي تبذلها من أجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.